Hey my beauties, hope you are doing well. So اليوم راح اعمل look a natural everyday makeup tutorial. It was so much requested. So راح نبلش بالاي برايمر عم بستعمله من الف عم بمرقه على كامل جفني الفوقاني والتحتاني بمرقه كتير منيح. هذا الشيء بيساعد الاي شادو انه يدوم وقت اطول وبخفف من تجاعيد الاي شادو. بشيدر فلات براش عم باخذ لون ناكد من ناكد وان باليت عم بحطه على جفني وعلى تحت حاجبي. هذا اللون قريب كتير على لون بشرتي، فيكن تاخدو حيلا لون قريب على بشرتكن وتحطوه على جفنكن. عم برا استعمل بنسل بلاندينج براش من كوستل سانس، عم باخد لون الباك يلي هو لون بني شوي صغير اغمق من لون ناكد، وعم بحطه على زاوية العين على كورن العين من برا على شكل في شيب، وعم بطلع فيه على كسرة العين يلي هي على كريس العين. امزجه كتير منيح، ما لازم نخليه هارش لاين لانه قد ما فينا بدنا اياه يكون ناتشرال. عم برجع كمان احطه لنفس اللون تحت جفن عيني على رموش خط رموش التحتاني، وعم بمرقه كتير منيح. فيكن تغمقوا اللون قد ما بدكن وفيكن تخلوه شوي فاتح مثل ما انتو بتحبوا. عم برجع اخد لون ناكد كمان احطه حد لون الباك على تحت خط رمش التحتاني. عم برجع اخد لون فيرجن يلي هو فيه شوية شمري يلي هو فيه شوية لمعية، عم بحطه على زاوية العين من جوا على الانر كورنر من عيني وتحت حاجبي بشوي صغيرة كرمال ضوي هيدي المنطقة اكتر وابرز جمال العين اكتر. نيكست عم برجع اعمل كيرلينج للايلاشز تخليهم يطعجوا اكتر للمسكرة. عم برجع استعمل لوريال دبل اكستنشن ماسكارا، عم باخد من اللون الابيض كرمال تكثف لي رموشي وتطول لي اياهم اكثر. عم برجع استعمل مايبلين ماسكارا اللي هي فوسي فوليوم اكسبرس ماسكارا ان بلاك دراما، بحبها كثير هيدي الماسكارا لانه بتبين لي رموشي كانهم اصطناعيه. عم برجع اخد حيالله بنسل بلاك اي لاينر، عم بستعمل بورجوا اللي هو ووتر بروف وبسيجما براش عم بعمل له سماج. ما بدي احط اي لاينر كرمال ما بين لوك كثير قوي، بدي اخليه قد ما فيه ناتشورال. عم برجع استعمل الكونسيلر من كوستل سنس تخبي الهالات السوداء، وعم برجع سبته بريمل لندن ستاي مات باودر، عم دقه ده تمازيح الكونسيلر وبنفس الوقت عم بحطه على الفونديشن تثبت فيه الفونديشن ده عطول ده. عم برجع استعمل البرونزر من كوستل سنس ان دارك، عم بحدد ملامح وجهي اللي هن تشيك بونز، زوايا منخاري، زوايا جبيني وكمان اسفل دقني. عم برجع استعمل البلاش من لوريال اللي هو سيبل بينك، عم بحطه على نص خدودي. عم برجع استعمل هايلايتر من الف، عم بحطه على نص منخاري فوق شفافي وتحت دقني واكيد على عظمة خدودي من فوق اللي هي تحت العين. بخصوص الليبستيك عم بستعمل NYX ليبستيك اللي هو تاليا، كتير حلو هاللون يعني جاي ميل على الموف شوي نيود. فيكن تحطوا حيالا لون ليبستيك اللي انتو بتكونيه بس انا عم بخليه ناتشرال اكتر. عم برجع حط فوقه كمان جلوس كمان من NYX اللي هو رقمه 6 واسمه موف، كتير حلو هاللون، كتير كومبينيشن حلو بين الليبستيك والليب جلوس. هذا هو اللوك، ان شاء الله تكونوا حبيتوه قد ما في عملته ناتشرال. فاذا حابين تشوفوا غير لوك وغير فيديوهات بليز لايك ذيس فيديو اند سبسكرايب اند شير ماي فيديوز، هذا الشيء بيساعدني كثير. اند dont forget to follow me on my instagram page and my facebook fan page. thanks for watching. bye bye.